nosotros somos como una de las playas más bonitas de Portugal. Se llama la Playa Marinha. La cueva de las Julias. ¿Vale? ¿Cómo es más que pues algo aquí ya? Todo el barco. Tú ya mentes. المهم الخوت احنا جينا البلايا اللي قلت لكم هي هذه احنا غادي نشوفوها كاملين غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج هاد البلايا اللي الاسم ديالها بلايا دي ماينا البلايا دي ماينا اللي جات في الدوله ديال البرتغال الدوله البرتغال اللي كيعرف الجميع انه جات قريبه لاسبانيا ما بعيداش بزاف دونك غادي نشوفوا مزيان هاد البلايا غادي نشوفوا شنو فيها غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج غادي نقول لكم مرحبا بكم معايا وغنشوفوا كاملين هاد البلاصه الزوينه فوق كنهبطوا مع هاد الهبطه مازال شويه لتحت غادي نهبطوا لهذيك البلايا اللي كتشوفوها من الليل ونهبطوا نشوفوا البحر لتحت ونشوفوا بزاف ديال الحوايج نقول لكم خليكم معايا غادي نشوفوا بزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا الناس هنا كي هادي هي الطلعه ديال البلايا دي مارينا هي هادي كما كتشوفوا الناس كيطلعوا الناس كيهبطوا Hey, what's up? Hello, how are you? I'm good. Hi, how are you? Hi. أهلا بكم في بلايا دي مارينا. البلايا دي مارينا اللي كتعتبر من 10 الأوائل أحسن بحورها في أوروبا. كما كتشوفوا الناس زاهين، الناس عايشين الحياة. هاد البلايا الصراحة كيجيو لها غير الناس المقالزة لحقاش كتعجبهم بزاف انا غادي ندور لكم الكاميرا وتشوفوا الناس كيفاش عايشين والناس كيفاش مدوزين النهار ديالو كيفاش كيبروفيتيو النهار ديالهم نخليكم مع الفيديو عيشوا لي الحياة المهم بانوا لي واحد الباكوات لداخل غادي نشوف في كي يعني كيفاش نديرو حتى ندخلو لداخل
باش نشوفوا هاد العاصمه من الداخل، نشوفوا بزاف ديال الحويجات. انت فاسناده على كي ماج كده من الداخل. عمدة. هذا ما خلى تاع حوده وكاع كاع كاع الحوت جبدوا، هذا ما خلى تاع حوته. المهم الخوت على الباركو جا، انا نطلعوا دابا الباركو نضربوا واحد الدويه مع الناس. Bienvenido a bordo, vale. Mi nombre William, de nuestro capitán Pedro, ¿eh? Ah, hola, hola. Este el capitán. Ah, muy bien, ¿eh? Durante el paseo, por favor, no te pongas en pie. Claro. Muy bien, por favor. Esta playita seríamos entonces la playa de Medellín, muy mucho conocida por toda la gente. Porque la cueva más famosa. Ahora nosotros vamos a conocer una de las playas más bonitas de Portugal. Se llama la Playa Mariña. Que es esta aquí. Una de las más bonitas de Portugal y también del mundo. Es más bonita, ¿no? Es una de las más bonitas. Y aquí, si tuvieran una buena imaginación, consigues imaginar aquí un elefante bebiendo agua. La trompa derecha, las patas al medio de los ángulos. ¿Vale? Vale. Qué bonito. Es un pájaro negro que habita estas cuevas y hacen los niños de los pequeños agujeritos que miramos por aquí. Ahora la marea está baja y la marea llena fue a las 3 de la tarde hoy. Sí, claro. Ok. ¿Ves ahí la señal? Sí, esta marca oscura es la marca de la marea llena. La marca blanca tope de la cueva es la marca del sal del mar. Porque a veces las olas son muy grandes y están en el techo de la cueva. Las grullas. Fuera tenemos las gaviotas y tenemos otros tipos de pájaros también. Más grandes, ¿vale? Los halcones también. Aquí habita también un halcón, el halcón peregrino. Mira ese. مرحبا خوت، هنا سنه الرحله ديالنا، هنا كان دوزنا النهار ديالنا زوين. نتمنوا يعجبكم الفيديو اللي درت اليوم. الا عجبكم الفيديو خلوا لي شي كومونتير تحت، خلوا لي شي حويجات زوينين، خلوا لي الا كاين شي افكار عندكم خلوا لي في الافكار ديالكم. المهم نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، نتلاقاو في نهار جديد وبصحه وراحه، وتشاو عليكم.